بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم النهارده معايا فيديو جديد ان شاء الله. يا ريت لو اول مره تشوفيني تفعلي لي الجرس وتعملي لي اشتراك ولايك، وان شاء الله يوصلكم كل جديد بينزل في القناه بتاعتنا ان شاء الله. معاكم اماني من قناه منمون فاشون. ان شاء الله النهارده هنشتغل الوحده دي هنستخدمها ان شاء الله في البلوزه قطن. اهو هنستخدم فيها اهو النهارده اليز ديفا بلاست، خيط قطن تركي جميل قوي قوي وجودته عاليه وسمكه كمان حلو. في اليز بيبي بس بيبقى رفيع، ما انصحش ان احنا نشتغل بيه البلوزات الكبيره يعني، لان هو بيبقى رفيع قوي في الشغل بتاعه. البلاست هو اللي سمكه حلو قوي بيديه نتيجه جميله جدا. فالوحدة دي هستخدمها في بلوزة ان شاء الله. وهنعرف بقى النهاردة رحلتنا مع الوحدات. هي وحدة جميلة وجديدة، يعني دائرية على خماسية على مسدس، يعني جميلة ان شاء الله. النهاردة هنبدأ الغرزة بتاعتنا في الوحدة. هنلف كده الدائرة السحرية بتاعتنا اللي احنا خلاص اتعلمناها، تمام. هبدا اثبت معايا اول غرزه، هرجع لكم تاني. لف كده كده كده، اول غرزه معايا اهي تثبيت. وهنبدا 3 سلسله، تمام. هنبدأ في الدايرة السحرية دي نعمل 21 عمود بلفة. اشتغلت الخيط ده بإبرة رقم 3. عايزة تشتغلي بإبرة أقل من كده مفيش مشكلة، بس هي الإبرة دي حلوة، النتيجة بتاعتها حلوة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عمود بلفة بتاعنا. بنلف الخيط ندخل نسحب نطلع من 2 ونطلع من 2 كمان. واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. طبعا احنا متعودين نسحب الخيط بتاعنا من جوه من هنا علشان خيطنا يفضل مظبوط معانا طول الشغل. بنقفل بقى الدايره بتاعتنا اهي، ونبدا نقفل المنزلقه الثالثه. نرتفع بقى 1 2 3 4 5 6. انا ارتفعت 6 سلسله، 3 عمود و3 مسافه. لف الخيط، هسيب اول غرزة وادخل تانية عمود بلف. 1 2 3 نلف، سيب غرزة تانية عمود بلف. 1 2 3 غرزة وندخل في التانية عمود بلفة. هلف على الدايرة بتاعتي كده 1 2 3 3 سلاسل. نسيب سلسلة ندخل في التالتة عمود بلفة. 3 سلاسل في الغرزة ندخل في التالتة عمود بلفة. 3 سلسلة عمود بلفة.
ثلاثة سلسلة، نسيب غرزة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة، نسيب سلسلة عمود بلف، اتنين تلاتة، سلسلة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة، نسيب سلسلة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة. وهندخل هنا في الغرزة التالتة منطلقة عشان نكمل سلسلة العمود بتاعتنا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر. تمام، هندخل بقى هنا، احنا هنا اهو قفلنا منزلقة، ندخل في الفراغ ده ونطلع بمنزلقة برضو، عشان كده ندخل جوه الفراغ، واحد اتنين تلاتة نرتفع تلاتة سلسلة، يبقى اول عمود جنبه اتنين عمود كمان، يبقى احنا هندخل في كل التجويف ده تلاتة عمود بلف، تلاتة عمود بلف. خلصنا اول تجويف اللي بعده، واحد اتنين تلاتة، اللي بعده واحد اتنين تلاتة، التجويف اللي بعده واحد اتنين تلاتة، التجويف اللي بعده واحد اتنين تلاتة، التجويف اللي بعده واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، على كل الدايرة، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، اخر تجويف عندي واحد اتنين تلاتة. تمام، هنقفل بمنزلقة في تالت سلسلة زي ما تعودنا، اهي الدايرة بتاعتي، بعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمسة سلسلة، وهدخل في الفراغ اللي جنب العواميد ده، حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هدخل في الفراغ اللي جنب العواميد، في السلسلة اللي جنب العواميد دي، حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، في الفراغ اللي جنب العمود ده هدخل حشو، وهكذا اتنين اربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ما تقلقوش يعني لو في تكويس، هو القطن بيفرد كده في الشغل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، لو قوس معاكي في اي وقت عادي مفيش مشكلة، مع الشغل بيفرد. مع خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واحد
اتنين تلاتة اربعة خمسة. انا هعرض لكم البلوزة اللي معمولة بيها الوحدة دي، هتشوفوها. اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هنيجي هنا اهو في اول سلسلة هنا كده منزلقة، تمام كده ايوه. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هندخل في السلسلة التجويف ده ونطلع واحد اتنين تلاتة كده، عملنا عمود تمام. هنلف وندخل كمان عمود، بس هنطلع من لفة واحدة، نلف كمان وندخل عمود ونطلع من لفة واحدة. يبقى انا كده عندي تلات عواميد اطلع من اللفتين مع بعض، اعمل تلاتة سلسلة نفس العواميد التلاتة. العمود الاول هطلع من لفة، مش هطلع منه كله، لفة كمان لفة وراح طلع منهم كله. كده انا عملت مجموعة مكونة من ستة عمود. دي غرزة الكلاستر اللي احنا بنطلعش من العمود مرة واحدة. تاني هذا اول عمود وبطلع مرة، اه سوري، هنعمل تلاتة ايه، تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة. دي المسافة، هنلف ندخل نطلع، نطلعش من العمود، كمان عمود نطلعش منه كله مرة واحدة، نطلع مرة واحدة بس من اتنين بس، بعد كده بطلع منهم كلهم. اعمل تلاتة سلسلة وابدأ اعمل تاني غرزة الكلاستر بتاعتي. العمود لفة واحدة، العمود التاني لفة واحدة، العمود التالت لفة واحدة، واطلع منهم كلهم. يبقى انا كده عملت مجموعة معايا مكونة من غرزة الكلاستر في مجموعتين. واحد اتنين تلاتة، هلف وادخل واطلع لفة واحدة، العمود التاني لفة واحدة، العمود التالت لفة واحدة، واطلع منهم كلهم. واحد اتنين تلاتة المسافة، وارجع اعمل مجموعة كمان من غرزة الكلاستر، بكررها مرتين، دي اسمها غرزة الكلاستر. تاني مرة واحدة، اتنين تلاتة، ادخل تاني اطلع منه، بعد كده مسافة، هخلص الدور واجيلكم. خلصنا كده الراوند التالت، واحد اتنين تلاتة تمام، غرز الكلاستر. بعد كده بعد ما عملنا غرزة الكلاستر، انا عملت الدور برضه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هنطلع بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وندخل في كل السلاسل اللي هي موجودة عندي دي. هنا بين الكلاستر هندخل حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، بين الكلاستر هندخل حشو اللي هي السلاسل اللي احنا عاملينها. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، بين الكلاستر هندخل حشو. هنا هندخل بقى ايه، منزلقة كده عشان اخر ايه سلسلة، اخر مجموعة، ونروح داخلين في التجويف ده منزلقة على طول كده. بصوا معايا اهي، شكلها جميل اوي، ممكن نعمل منها مفرش، نعمل تزايد في الاعداد ونطلع بنفس الغرزة الكلاستر دي، هتطلع معانا مفرش جميل. مع الدور الاخير اللي هنخش عليه دلوقتي هتعمل لكم مفرش حلو. اخر حاجة بقى تمام، احنا عملنا هنا اهوت منزلقة، هندخل في التجويف ده واحد اتنين، نركز بقى معايا، تلاتة اربعة
خمسة، واحد، اتنين، تلاتة، مجموعة كمان من 5 عواميد في نفس التجويف، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، ده آخر حاجة بقى، آخر دور، 5، تمام. خلصنا كده المجموعة بتاعتي، هدخل في الخمسة السلسلة اللي بعديها حشو. دخلنا حشو، هنطوي 1 2 3 4 5، 5، وادخل في التجويف ده حشو، 1، هعمل 2 مجموعتين سلاسل، 1 2 3 4 5، التجويف اللي بعديه حشو. يبقى انا هنا بعمل معايا المجموعة مكونة من 4 عمود 3 سلسلة 5 عمود 3 سلسلة 5 عمود، بدخل في السلسلة اللي بعديها حشو، واطلع 5 سلسلة حشو 5 سلسلة حشو. يعني انا عندي 3 مجموعات هنا دخلت فيهم حشو، الحشو الاولاني بعد العواميد، بعد كده 5 سلسلة حشو 5 سلسلة حشو، وهبدأ اعمل مجموعة تانية زي دي اهي في التجويف اللي بعدها اهو، 1 2 3 4 5، 3 سلسلة 5 تاني نفس التجويف، 2 3 4 5، تمام كده. ال5 سلاسل اللي جنبيها هنزل فيهم حشو، واطلع تاني، 1 2 3 4 5، السلسلة اللي جنبيها اهي حشو تاني، 1 2 3 4 5، والمجموعة التانية اللي جنبها حشو. انا كده عملت تاني مجموعة 5 سلسلة 5 سلسلة مجموعة، يبقى بين كل مجموعة ومجموعة 2 5 سلسلة. ندخل تاني في التجويف، مجموعة، 1 2 3 4 5، 2 3 3 سلسلة، دي زي الصدفة اللي احنا بنشتغلها، نقول عليها صدفة. الصدفة بتتكون من 5 عمود هنا بلفة، مش كله بقى، ممكن تتكون من 3 و3، 5 و5، 4 و4، وبينهم 3 ايه سلسلة. حشو، نرتفع 5 سلسلة، السلاسل اللي جنبها حشو، 5 سلسلة، السلاسل اللي جنبها حشو. هذا كده كوننا تالت مجموعة، واحد، 2 3 4 5، 1 2 3، 1 2 3 4 5، حشو، 1 2 3 4 5، حشو، 1 2 3 4 5، حشو. مجموعة واحد اثنين ثلاثة أربعة، مجموعة 5، 2 3 4 5، 3 سلسلة، بقيت المجموعة 4
خمسة حشو عشان المجموعة تثبت كده معايا. بعد كده نرتفع، 1 2 3 4 5، وهندخل هنا حشو، 1 2 3 4 5، ندخل هنا حشو. المفروض بقى هنا جايب مجموعة، 1 2 3 4 5، المجموعة الستة هنا، هنخليها ايه نوسطنها كده، خليها هنا كده، 1 2 3 4 5، 1 2 3. ننزل بقى منزلقه، اهي مجموعة شكل يعني واحدة شكلها جميل وشكلها ظريف قوي، نقدر نعمل بيها بلوزة صيفي بالقطن جميل قوي قوي. وانا هعرض لكم البلوزة اللي معمولة بيها الوحدة دي. يا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله النهارده من وحدتنا الجميله ديت، ونقدر ان شاء الله ننفذ بيها اي مشروع. ومتشكرة على حسن استماعكم، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله بامر الله. سلام عليكم.